السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام يتجدد بكم اللقاء في برنامجكم الرياضي الاسبوعي 100% فار مباشره على قناتكم الفضائيه شدا تيفي على بركه اليوم الكثير من الاخبار اللي غادي نقدموا لكم غادي نناقشوها ان شاء الله معكم في فقره في فقرتنا اليوم دردشه او اشقل الفار اشقل الفار اليوم غادي يكون معنا عبد الله الناصر اللاعب الدولي السابق وسنناقش معه موضوع مهم جدا المثير ربما واحد الزاويه مهم على عين هي عارفها كل شيء ولكن ما ناقشهاش كل شيء وربما ما ناقشها حتى واحد قليل 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 بزاف البارح والبارح مشينا كنا تفرجنا في الكلاسيكو تقريبا كل من يعشق كرة القدم وجمالية كرة القدم مش تفرج في الكلاسيكو ما بين ريال مدريد وبرشلونة في نفس الوقت كانت مقابلة قوية على مستوى البطولة الوطنية نهضة بركان والوداد البيضاوي نقدر نقول لكم 90% ما تسوقوش نهضة بركان والوداد البيضاوي رغم قوة المقابلة راه سؤال كبير يطرح هنا الناس مشاو الكلاسيكو وخلاو بركان والجيش ويده. عفوا والوداد البيضاوي سؤال كبير يطرح جوده الفرجه متعه الفرجه هل هي تغيب في الكره المغربيه المحليه أنا متأكد جدا لرجعنا للكرة في وقتها سابقة ملي تكون شي كلاسيكو خطير في المغرب ملي تكون مثلا شي ديربي خطير في المغرب ما بين الرجاء والوداد وتنتكلم على رجاء ووداد المتعة والفرجة وا وا, 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 وا. أنا متأكد أقدر ممكن يكون البارسا ويكون الريال والناس يطالبوا بالبطوله او غادي تلقى على الاقل الناس يتفرجوا في البارسا والريال والبورتابل شادين فيه الماتش ديال المغرب ديربي ولا كلاسيكو ولكن تنهضر على سنوات خلت ملي كانت الفرجه والمتعه والندي واشياء كثيره فقدت اليوم هذا موضوع للنقاش هل الكره المغربيه تفقد الجوده والمتعه ديال الفرجه ايمان اهلا بك لاباس عليك الحمد لله تحيه للمشاهدين 100% فاغ انا غنشاركك الراي علاش لانه بزاف الامور كتحيل المشجع الرياضي وعاشق المستديره كما كنسميها دائما انا لانه يتجه يعني من البحر لهيه يعني شاهد الكلاسيكو ويشاهد المقابلات اللي دازوا آه، ما بين البايرن وبزاف يعني دي خاصه كانوا هذا الويكاند كانوا كاع الكلاسيكوات الى الجمع صحيح اللي كانوا كانت لارسونال ليفربول كانت ريال مدريد وبرشلونه اولمبيك مارسيليا أو وباريس سان جيرمان كانوا <applause> كاع كتستمتع بالعكس يعني البطوله ديالنا اللي للاسف, للأسف. آه قوس كبير غادي نفتحوا على التحكيم المغربي اللي حكم فاش كتبغي تمشي تشاهد مقابله كتمشي كتكون يعني شي ضربه جزاء او يعني شي اكشن دارت كيمشي كيشاهد الفار للاسف كيبقى سبعه دقائق ولا ثمانيه دقائق لانك <applause> كتمل <applause> وكت تحاول تشوف ماتش اخر دونك هادشي داخل في الملل اللي كيشد المشاهد المغربي في البطوره ديالو وشتي وشتي الماتش ديال باريس سان جيرمان ولامبيك مارسيليا اللي داروا لقاء مع الحكم وتفسر لهم الحالات اللي كانت في الماتش مباشره ورا الماتش هذاك الشيء مباشره ورا الماتش للاسف عادي جدا عادي جدا ملي تنتكلموا على الجوده اه. ماشي مجرد كلمه عمل كبير جدا يلا خلينا غادي نمشي مباشرة لفقرتنا الأولى <applause> على السريع على بركة الله على السريع الكاف تعين الحكم الجنوبي فريقي أبون توم لإدارة مباراة المغرب والجابون في الخامس عشر من نوفمبر القادم والحكم ناغومبو نادالا لمباراة ليسوتو يوم 18 نوفمبر والمباراتين برسم إقصائية كاس افريقيا التي ستنظم في المغرب 2025 كاس افريقيا للكره الشاطئيه المغرب يحتل المركز الثالث والسنغال تفوز باللقب بقياده المدرب سيلا الذي كان مدربا للاسود قبل مجيء البرازيلي علامة استفهام كبيرة مثيرة صادمة وزكريا بوخلال يتألق مع فريق تولوز ويسجل هدفين في مرمى مونبلي ويمرر تمريرة حاسمة تألق زكريا بوخلال وعبد الصمد الزلزولي مع ريال بيتيس يسجل هدفا تاريخيا في مرمى كوبنهاغن لنتتبع ولنتمتع روعه الزلزولي يعني بواحد الخط تصاعدي مباشره نور الالعاب الاولمبيه الألعاب الاولمبيه وديك الثقه اللي خداها وكتبان يعني نعم. على المستطيل الاخضر دونك روعه هدف تاريخي هدف اسطوري اللي حكيمي حكيم يتالق امام اند هوفن ويسجل هدفا النصيري والكعبي والوزاني وتي يعانقون الشباك والمهدي موهوب يجد موطئ قدمه بهاتريك لفريقه دينامو موسكو في كاس روسيا لننظر ونشاهد هذا واحد من الاهداف للمهدي موهوب الذي كان بالامس القريب يحمل قميص فريق الرجاء البيضاوي هاتريك ماشي سهله وسجل في كاس روسيا بالتوفيق للمهدي موهوب حمزه ايجامان كذلك اللاعب السابق لفريق الجيش الملكي يتالق في اوروبا ليغ ويسجل في مرمى بوخارست الروماني لصالح فريق رانجرز الاسكتلندي بالتوفيق لحمزه ايجامان ولائحه الافضل افريقيا تثير الكثير من النقاش لدرجه السخط عند البعض لتغييب لاعبين مرموقين <applause> هذه هي أخبارنا على السريع على أي هذا الخبر الأخير اللي مرتبط بلائحة الأفضل إفريقيا تنعرفوا بالنسبة لأفضل لاعب إفريقي يلي تثير الكثير من الاهتمام كين لاعبين شباب كين 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 النادي كين كين من نوادي أفضل نادي ما كينش مغربي إلا بركان واللي داخل التنافس النهضه البركانيه وكنا مولفين تلقاو النهضه البركانيه وتلقاو الجيش الملكي وتلقاو الرجاء البيضاوي وتلقاو الوداد البيضاوي للاسف النهضه البركانيه كافضل منافس في افضل نادي بافريقيا كذلك بالنسبه للناشئين كاين جوج ديال الاسماء المغربيه كاين الياس بن صغير وكاين بلال آه الخنوس نتمنى التوفيق لواحد من اللاعبين المغاربه انه يحظى بهذه الجائزه للاسف الشديد شفنا شيء غريب تنشوفوا شيء غريب بانه افضل حارس غياب وهذا هذا سؤال يطرح يعني منذ الموسم الماضي اللي كان بونو يجب علي يعني الناس اللي كيختاروا هذه هاد الاسماء هادو هو خاصو يتعطاه بعد هذا البالون دور افريكان حسين وتم الاقصاء ديالو بشيء غريب لانه الا جيتي تتكلم على الناس اللي كيختاروا هاد اللاعبين او هاد المنتخبات او هاد الـ الـ الانديه كتلقى من الكوميسيون ديال الكاف اولا كتلقى صحفيين مؤتمدين او كتلقى لاعبين سابقين يعني ما عرفتش كيفاش يعني كتخ يعني هاد هاد الامور هي المعايير المعايير ما كاينش ما كاينش يعني مثلا حنا بونو واحد من أنواع الحراس العالميين صاحبي ما ماشي الافارقه العالميين لدرجه انه كان في التنافس ضمن افضل حارس في العالم ما واحد كان في التنافس ضمن افضل حارس في العالم ما بين ثلاثه هو الثالث وما تيكونش ضمن احسن فارس في احسن حارس في افريقيا غريبه نوعا ما على اي تبقى الاختيار عنده معايير هذه المعايير ما عرفناهاش واش خاصه واش منطقيه واشنا هو المهم ما كاينش بونو ضمن لائحه الافضل الحراس لكن كاين منير كاين منير المحمدي كاين منير المحمدي منير المحمدي, مونير المحمدي. إذا بغينا نشوفوا في هاد اللائحة هذي كاين منير المحمدي، منير المحمدي راه قدم واحد البطولة سميتها الألعاب الأولمبية، بطولة كبيرة وفاز فيها بالميدالية النحاسية ماشي خرج خاوي الوفاض، إذا إذا منير المحمدي على مستوى الألعاب الأولمبية ثالث أحسن حارس في العالم في الألعاب الأولمبية، مهم تبقى هذاك أمورهم كيفاش هما تيختاروا تيشوفوا أمورهم ولا نقاش بعد ذلك اما بونو كان على الاقل يكون كسميه محطوطه على الاقل محطوطه للاسف هذا الموسم والموسم الماضي ما مفهومش ما مفهوماش ما حقيقه ما صح عندنا نمشيو لافضل لاعب افضل لاعب فيها الكثير من النقاش كاينين جوج ديال الاسماء كاين رحيمي وكاين حاكمي, حاكمي. واحد تنافس كبير مثلا كاين هنا بعض اللاعبين اللي كانوا تيمشيو اللاعبين لاعبين الفراقي ديالهم تيلعبوا غير في لونطراينمون تيلعبوها في, في ليشوفمون بالفعل من بعد ما تنشوفوهمش بش ما باش ما نقولوش السميات يتقلقوا علينا ما يتقلقوش علينا ولكن بعض الاسماء هنايا ما ما عمرنا شفناها ما عمرنا شفناها امين امين القويري امين القويري نقول واحد حسين عادي جدا لانه كاينين شي اسماء اللي ما خصهمش يكونوا وعكس ان بونو حارس يعني من الطين العالميه من نعم. الاقصاء ديالو الموسم الماضي واشرف حكيمي كانت عنده الفرصه لانه يتوج الموسم الماضي الكعبي الكعبي اللي فاز بهداف الدوري مؤتمر دوري المؤتمر الاوروبي اوروبي وكيقدم مردود اللي جيد يعني الموسم الماضي وهذا الموسم اشرف حكيمي اللي تم الاقصاء ديالو ما تعطاتوش هاد الجائزه الموسم الماضي وتعطات الموسم الماضي يعني ف ما عرفتش كيفاش كيتخادوا هاد المعايير فكنظن هنايا في هاد الاسماء هادو كما سبقنا وذكرنا على امين كويري ما كيستحقش باش نتكلموا ماشي بلغه خشب يعني حنايا الا وغنكونوا يعني واجهين مي كتشوف اللي كيستحق دابا حاليا ماشي فقط فقط حيت مغاربه وغنبغيوهم على انهم بلا بل كنتكلموا يعني بالحق ملي كنتشوفوا سفيان رحيمي وللل يعني المسار ديالو مع العين كذلك اشرف حكيمي كيفاش يعني شهدناه التالق ديالو مع المنتخب الوطني المغربي فكنظن خاصها تلعب ما بين هاد الجوج ما بين سفيان رحيمي واشرف حكيمي إلا بغينا نجيو ناخدوها على مستوى الالقاب وناخدوها على مستوى ما يحقق وناخدوها على مستوى بزاف ديال الامور فمثلا إلا بغينا ناخدو رحيمي، رحيمي من الهدافين ديال كاس اسيا بالفعل آه رحيم دوري يعني ابطال اسيا بالفعل ومن الهدافين ديال كاس اسيا وتوج بالكاس الاسيويه ودا احسن لاعب واحد ودا احسن لاعب ودا الهداف <applause> اذا اذا عندنا لاخذينا الرحيمي حنا ما تنهضروش دابا بالتعصب اننا مغاربه لا رحيمي <applause> ما عندوش ما عندوش لا درتوه حنا نقول لكم علاش درتوه راه لا يستحق ولكن لا تنهضروا منطق كره القدم الرحيمي كاس اسيا فاز به هداف كاس اسيا افضل لاعب في كاس اسيا ها واحد جوج رحيمي ادى الميداليه البرونزيه في الالعاب الاولمبيه وكان من النائبين المؤثرين في الفيزا الاولمبيك علاش هذا السيد هذا مثلا ما يديهاش واخا حنا تنقولوا عير شنو اللي يخليه ماشي عير فقط في اللائحه انه اكبر مرشح للفوز بها نمشيو عند حكيمي حكيمي الميداليه البرونزيه في الالعاب الاولمبيه وكان فاعل قوي جدا في الميداليه البرونزيه في الالعاب الاولمبيه حكيمي كان لاعبا وما زال اساسيا في باريس سان جيرمان اللي فازت بكأسي بكاس بكاس بالدوري بالدوري الفرنسي بالدوري الفرنسي والكاس الفرنسي اظن لا الدوري الفرنسي الجنة. هما اللي متربعين يعني على عرش الدوري الفرنسي لكن فرز... ليج ما قالت مت... شامبيونز مت... ليغ ما 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 لا الكاس مت... كاس الفرنسيه ما عرفتش لا رش... دو فرونس ما نقدرش ناكد لك حسين ولكن واش داتها ري... آه... باريس سان جيرمان البطوله داتها باريس سان البطوله ما كاينش اللي و... شي واحد كيتنافس نعم. لا غير هو حسين اشرف حكيمي يعني علاش تكلمت انا الموسم الماضي هو انه كان لعب مع المنتخب الوطني المغربي نصف النهائي ديال كاس العالم لا حيدوا عليك دابا تيديروا مثلا دابا جديد دابا جديد جداد ها هو ميداي برونز في الالعاب الاولمبيه ها هو بطل فرنسا وعادل ما خانتنيش الذاكره وقيل راه وقيل الكاس الفرنسيه تاعي ربحتها باريس سان جيرمان ضد مارسيليا اظن اظن ما عرفتش يصحوا لي الاخواني لا كانت خانتني الذاكره اذا عندنا هما جوج ديال تيتر فالباقي اللائحه خصنا نعرفوا شنو هما اللي اللي يعني. عندهم والله الا كاينين لعابه تما لعيرتي مع واحد الفرقه وتيديروا لي شوفمو معاها وقليل فين تنشوفوها مشاركه في شي ماتش اوفيسيال يعني وهما كاينين في اللائحه هذه واخ الايوب الكعبي علاش ايوب الكعبي ما يكونش يستحق صراحه يستحق أيوش لانه أيوش. راه راه هداف عباد الله ما ساهلش تكون هداف دوري المؤتمر دول الاوروبي هما لي تيتر حنا دابا تنعطيو لي تيتر اما لا بغينا على 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 الموهبه ونهضروا على الامكانيات الفرديه راه كاين ايوب الكعبي وكاين حكيمي وكين رحيمي راه هادو لا نقاش فيهم في في قدراتهم الفنيه التقنيه للاسف على اي واللائحه كذلك كذلك التي اثارت آه هذا النقاش وهذا السجال <applause> وهذا الجدال و الكثير من الاسماء آه ابراهيم دياز اللي كان ممكن يكون لانه عنده بطل اوروبا مع ريال مدريد وبطل الدوري الاسباني مع ريال مدريد هما جوج ديال كبار ديال ابراهيم دياز كبار لكن بغينا ناخذوها بلي تيتر غادي يجي شي واحد يقول لك واو ابراهيم ديال زي الله لعب شي ماتشات باش يتحسب على لافريك لا شري لا لا. ما كاينش شي على لافريك لا حسين هو كاينين لاعبين اخرين اللي ما لعبوش كيما سبقتي وذكرتي حتى ميطون وحده ولا دقيقه وحده صحيح. مع مع يعني النادي ديالو ولا المنتخب ديالو دونك ماشي آه ام واحنا بعض اللاعبين ديالنا راه كاينين في اسماء ديال ديال الفرق ديالهم ولا مع المنتخب كيكونوا تيتولار كاين العكس اللي بغينا نديروا لا كومباريزون ما بين لاعبين اللي ما تعطاتهمش نهاية الفرصه وكاين كاينين يعني متواجدين في هذه اللوائح للاسف ما كاينش معايير اللي كيتم اختيار بهم هاد, هاد الاسماء هادو دونك وللاسف ماشي هادشي ما كينطابعش فقط على افريقيا بل شاهدنا يعني دابا حاليا دابا الحفل ديال تتويج الكره الذهبيه نعم تم للاسف انسحاب الشي... ديال الفريق الفريق الملكي ريال مدريد لا. لانه تم تعرف على انه آه جونيور آه جونيور فينيسيوس لانه ما كاينش وما غاديش الكره الذهبيه يعني هادشي ماشي فقط كينحصر على افريقيا بل حتى اوروبا فيها بعد دل... المصداقيه والشفافيه اللي ما بقاتش دل... دل... نعم. في هذه في نعم. الحفلات نعم نعم هو, هو جميل الزميله ايمان ملي ربطات هذا الامر بهذا الامر باش بالفعل نقولوا واحد الرساله مهمه جدا الكره لعبه لعبه ترفيهيه في اخر المطاف سي فغي هي الآن قاطرة اقتصادية، إشهار، شركة، تمويل بالملايير صح؟ وش الشيء يخرجها من اللعبة؟ ما يخرجهاش من اللعبة ما يخرجهاش من اللعبة غادي تبقى لعبة تمشي والناس يفوج على راسه يشجع، يضحك واحد ساعة ونص ويخرج في حالاته ويمشي للخدمة ويمشي للتمارة ويمشي للتفكير العميق ولكن تيران راه تيبقى يشجع والاناشيد وهذا غير تيفوج على راسو عنده واحد الفريق تحبو، ولا عنده واحد المنتخب تحبو، وانتهى الكلام في اخر المطاف مهما كانت المرايا التي تصرف فيها فهي في اخر المطاف لعبه للترفيه <applause> متفقين متفقين الشيء اللي خرجتو هاد كره القدم بطريقه او باخرى من هذا الترفيه اللي تدخل السرور الى قلب المشاهد كونوا متاكدين راكم تتقتلوا الكره وتتعدموا الكره وتتفرغوها من المحتوى ديالها وكونوا متاكدين غادي يجي واحد الوقيته اللي غادي يجي واحد الجيل اللي ما يبقاش يتفرج في الكره ما يبقاش يدخل التيران عندما تفهم اللعبه بان هناك ايادي تحركها وشي حاجه تتخيط على المقاس كونوا متاكدين سيرتو كالبديل البديل كاين البديل كاين لعب في فرقتي ونبقى ماركي مفهومه رجل جوج ديال اما تبقى كره القدم لعبه للترفيه وللجماليه وللاخلاص الكروي ها يعني ما تدخلش شي طريقه عبر التحكيم عبر السياسه عبر لي ديال الفلوس عبر ما يدخلش هاد الامور اي الناس يمشيو للتيران لان عندهم داك الشغف مجرد الانسان ما تيتحيد ليه هاد الشغف ما يبقاش يمشي للتيران وسيكتفي بكره القدم هنايا عندكم راكم تتقتلوا في كرة القدم رسالة رسالة بالفعل للأسف لأن ملي تجي تلقى واحد 100 ألف ولا 90 ألف ديال الجمهور داخل التيران تتفرج في واحد الماتش ما تنعنيش بالضبط شي ماتش ولا شي دولة غير كمثال وتتلقى الناس جايبهم شغف كرة القدم في ذاك التصادم والمفاجأة شكون اللي يربح؟ بحال دابا نعطيك مثال دارتو ماتشات في التاريخ اللي كان فيها عنصر التصادم والمفاجاه روعه الناس تمتعات والناس خسرات ديال دي الحلاوه ديال الكرة وفرحات لان يعني تقدم واحد الطابق كروي رائع جدا من كلا الفريقين نعطيك مثلا نخلينا الاقرب ريمونتادا المعروف الرجاء والوداد كان مقابلة روعه والله العظيم عشت ضحكي تاريخيه اسطوريه لا من طرف الوداد البيضاوي لا من طرف الرجاء البيضاوي لا من طرف التحكيم لا من طرف الجمهور تخيلي كان ترويج لها بقات اسطوريه ديك المقابله لح... 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 ماشي النتيجه ريمونتاد الرجاء وهذه الهضره هذه بغض النظر عن النتيجه لتنقد... كيفاش كان هذاك لو سبيكتاكل صح ذاك آه. ال... الطابق الكروي اللي الوداد والرجاء لن ينسى في تاريخ الكره العربيه بتاتا والافريقيه آه. بتا نقدر نقول لكم واحد من اجمل مقابلات اللي قدمت الانديه الافريقيه العربيه على مر التاريخ فوالا علاش كان تصادم عنصر المفاجاه صافي ما كاين لا الو لا ما كاين لا تلعبات خرجوا الناس فرحانين اللي بكى بكى اللي فرح فرح ولكن في اخر المطاف راه تمتع حتى الودادي اللي خسر شو يقول لك؟ تقول لك ولكن راه كان راه ماتش راه ماتش من احسن الديربيات اللي فوالا ففي اخر مطاف تتقدم لي متعه كرويه راه ما نتقلقش ولكن يمتى تقلق الناس وداك داك الجماليه ديال الكره ما تتبقاش ملي تنحس بيك راه عندك كاين شي تليفون داز لك تتعطي في اخر لحظه ولا تتعطي شي حمره في اخر لحظه ما كيناش ولا تتبدا فهمتي فعافاكم خلوا كره كره وخليوها الترفيه وخليوها جماليه وخليوها اناقه وخليوا تصادم كروي في روح رياضيه خليه بهذا الطريق راه جا علاش يدخل الجمهور الجمهور ما يتفرج ماتش مخيط ديجا على المقاس الله يهديكم غير تندوي وصافي ايمان في التيران <applause> يلا على بركة الله نمشيو المعقول ولا هذا اللي كنتي كتكلم فيه كل شي والمعقول. معقول البرنامج كله <تصفيق> معقول أنا <applause> <applause> يلا على بركة الله حسين نمشيو مشاهدينا لفقرتكم إيمان في التيران <applause> على بركة الله ودائما كنبداو إيمان في التيران بكل ما يخص الكرة النسفية وهذه المرة غادي نتكلموا على المقابلة اللي جمعات المنتخب الوطني المغربي لبؤات الأطلس أمام منتخب التنزاني وديا أمام كما سبق ذكرت المنتخب التنزاني واللي انتهت بربعة الواحد لصالح منتخبنا الوطني من توقيع كل من ابتسام جريدي غزلان شباك وكذلك الخطأ من اللاعبة التنزانية ضد المرمى ديالها والوافدة الجديدة الجديدة كنزة شابيل اللي قدمت مقابلة نوعا ما تحسب يعني رغم ودية كانت كانوا مقابلة كنظن المقابلة الودية هو لصلح بعض الأخطاء من طرف يعني التقنية من طرف المدرب كانوا أخطاء اللي على مستوى الدفاع اللي الحمد لله لأنه مقابلة ودية أنها ما كانتش مقابلة أوفيسيال كذلك خديجة الرميشي اللي للأسف كانوا أخطاء اللي كانوا يكلفونا الشيء الكثير كون كنا يعني في شي مسابقه اللي اوفيسيال لكن آه كما سبقت وذكرت المقابلات الوديه لتصحيح الاغلاط التقنيه وان شاء الله باش يكون منتخبنا الوطني في صحه جيده المقابله آه ان شاء الله الثانيه اللي غادي تكون يوم غد بملعب الأبجيكو امام المنتخب السنغالي وما ادراك من المنتخب السنغالي باللاعبات ديالو آه بلا كاليتي انديفيدويال ديال اللاعبات ديالو فكان كنتمنى لانه تكون مقابله اللي غادي يستافد منها منتخبنا الوطني فغادي uh, نمشيو ونبغيت uh, نتكلم انا على المردود ديال خورخي فيلدا والبعض الاحصاء لي الاحصائيات اللي كانوا منذ الوصول ديال خورخي فيلدا للصفوف المنتخب الوطني المغربي الحصيله ديال خورخي فيلدا 8 ديال الانتصارات هزيمه واحده وتعادل واحد سجل 21 واحد هدف وتلقات الشباك ديال خورخي فيلدا 9 ديال الاهداف 6 المقابلات من اصل 10 ديال المقابلات كلها مقابلات رسميه فهذا هي الحصيله ديال خورخي فيلدا آه الناخب الوطني السابق في صفوف المنتخب الاسباني واللي توج معاه بكاس آه العالم فكنتمنى آه ان شاء الله علاش لا يحقق مردود جيد مع المنتخب الوطني المغربي النسوي بكأس إفريقيا اللي هي على الأبواب وهذا الشيء علاش كانوا هاد جوج ديال المقابلات الودية ومكملين معكم مشاهدينا خبيرات إما في تيران ودائما الأخبار النسوية هاد المرة العصبة الاحترافية النسوية برئاسة خديجة إلا فاجتمعت مع المدير مديرية التحكيم اللي هو سيد رضوان جيد باش تكلموا على بزاف ديال النقاط وأبرزها قصد رفع من الجوده والمردوديه ديال التحكيم في يعني في البطوله الوطنيه وبعد الاخبار اللي كتروج لانه غادي يتم اقصاء ديال بعض لي كلوب او الانديه من القسم الوطني الاول والقسم الوطني الثاني باش يبقى يعني 16 فريق في القسم الوطني الاول و 16 فريق في القسم الوطني الثاني دونك غادي يدخلوا واحد التغييرات وهذا الشيء النقاط اللي تكلمت فيهم الرئيسه آه خديجه الا مع رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم سيد فوزي القشع وكذلك غادي يتم انطلاق ديال البطوله الـ 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 الوطنيه لاقل من 17 سنه فهذه كنظن على انها خطوه جيده باش آه يعني هاد الكاتيجوري الصفوف ديال المنتخبات الوطنيه وهذا الشيء اللي ناقصنا حاليا في بطولتنا الوطنيه النسويه المنتخب المغربي آه للفوتسال للسيدات فاز المنتخب البحريني بستة الواحد في المقابلة الثانية مرقم محمد السادس اللي جمعته بالمنتخب البحريني المقابلة الأولى اللي كذلك انتهت بخمسة خمسة الواحد جوجة المقابلة ودية استعدادا للتظاهرات المقبلة فالفيفا اللي كانت علنات على تاريخ كأس الألم السيدات ديال الفوتسال من 21 إلى 7 ديسمبر واللي كنت كنتمناو على ان المنتخب يكون مشارك فيه اللي غادي يكون في الفلبين 16 فريق 16 منتخب عفوا اللي غادي يتقسموا على اربعه ديال الفرق ديال افضل فريقين في كل مجموعه غادي يتاهلوا لدور الربع وكذلك نصف النهائي والمقابله اللي غادي تحدد يعني المركز الثالث المشكل هنا اللي كاين عندنا في القاره الافريقيه هو كاينين جوج ديال المقاعد لكن ما تنافسيه ف فقط حاليا المنتخب الوطني المغربي والمنتخب المصري والانغولي هما فقط اللي عندهم يعني منتخبات دونك ما كاس افريقيا اللي غتاهلنا لهاد كاس العالم بالفلبين كنتمنوا على ان المنتخب يتكاليفيا والفيفا مازال ما لقاتش الحل يعني كيفاش يعني غتاخذ هذه المجموعات هذو غتقسمهم فما كاينش تنافسيه ما كاينش كاس افريقيا للاسف حسين للاسف آه للاسف ما كاينش يعني كيفاش دابا يعني كاين غير ثلاثه الفراقي المنتخب يعني ماشي مؤكده الفريق المصري الله جمع كما كنقولوا المنتخب ديالو المنتخب المغربي كما كتشاهدوا راه كيوجدوا ولكن كيفاش الصيغه ديال الاقصائيات هي اللي ما كايناش لانه ما كاينش تنافس من الاقصائيات الدارت المنتخب للاسف ديروا لهم قرعه و... ما كيفاش غياخذوا هذه هدل... تنضموا نديروا لهم قرعه واحد يتقصوا جوج يمشي المشاركه ولا يشوفوا الافضل ولا ولا ولي... ما س... ما تعرف يكون يسمعوا لينا ولا شي حاجه ونعطيو حل وهذا الشيء علاش حنا نطق... يعني ياك جوج غادي يدوزو مادام كاين غير ثلاثه ديال المنتخبات في الافريق جوج ديال المقاعد ل... جوج ديال المقاعد اذا جوج غادي يدوزو يلعبوا بيناتهم مم. تلعب المغرب مع مصر ومصر مع انغولا ياك انغولا انغولا وانغولا تلعب مع المغرب و... والمغرب يلعب مع مصر ويشوفوا يعني بحال غادي يكون كل فرقه غادي تلعب جوج ماتشات <applause> كل فرقه تلعب جوج ماتشات وي حتس... وي يشوفوا شكون اللي انتصر اكثر صافي عادي حيت كاس العالم يعني على الابواب الاول الثاني الثالث الاول الثاني يمشي وكنتمنوا ان المنتخب يكون يعني في هذا كاس العالم لانه يعني المونك ديال 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 الاقصائيات وديال البطوله وديال فأشياء اللي للاسف هاد اللعيبات اللي كاينين دابا متواجدين في في المنتخب الوطني المغربي من الاونز يعني من الكره كره القدم الاونز دونك بغينا حنا دي كاتيجوري باش يعني طعموا يعني المنتخب الوطني الاول ثلاثه ديال المقاعد الاسيا وامريكا الجنوبيه جوج ديال المقاعد الكونكاكاف اللي هي الاتحاد الامريكا الشماليه وواحد ديال القسطنطينه واربعه ديال المقاعد الاوروبيه 26 مم. منتخب اللي كاين يعني في اوروبا مم. الناس اللي خدامين هما بداو بكري <applause> هما بيان سور بادين بكري بداو بكري في الكره النسويه وغادي نمشيو من الكره تاع القدم النسويه للملاكمه الملاكمه المغربيه بطلة افريقيا ذكورا واناثا يعني البطوله الافريقيه اللي كانت من 17 ل 27 اكتوبر بعد ما تختتمت النسخه ال21 من كاس افريقيا في كينشاسا بكونغو الديمقراطيه 10 ديال الذهبيات جوج فضيات ثلاثه نحاسيات والتالق ديال الـ الـ الوفد ديال الملاكمه ذكورا واناثا والحفاظ على المركز الاول للمره الثانيه على التوالي بعد الدوره ديال الكاميرون 2023 فكما سبقت ذكرت حسين تتويج اللي كان مهم جدا والاسماء المعروفة دائما كنتكلموا على خديجة المرضي وداد برطال ياسمين المتقي سائدة الحميدي وكاينين أسماء ديال الإناث أكثر من من الذكور فكان كما كتشاهدوا يعني الصورة أمامكم مشاهدينا يعني النساء فا توجو اكثر يعني من 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 الذكور وهذا الشيء اللي كان القفاز النسوي حاضر اكثر اكثر وهذا الشيء اللي شفناه 10 ديال الذهبيات ما بين الذكور والاناث والاناث 10 الميداليات الذهبيه راه حصيله كبيره افريقيا ولكن السؤال اللي كيتطرح هنا شنو اللي كيوقع لنا في بطوله العالم هو ان القفاز الافريقي ضعيف فوالا دونك ما كاينش <applause> انت انت جاوبتي يعني <applause> بكل بساطه بكل بساطه, <applause> بكل بساطة. انت غادي تضرب لي <applause> تيتر كشامبيون دافخيك غادي تمشي للالعاب اولمبيه غادي تخسر وغادي يتقصى فيعني البطوله الافريقيه ضعيفه مستواها <applause> ماشي يعني. هو مستوى مثلا القفاز اللاتيني والقفاز الاوروبي ولا. آه صافي باش وهادشي اللي ظهر يعني في الاولمبياد دونك مم. نفس الاسماء اللي توجوا دابا بالذهبيات ما قدروش يعني يحقوا ذاتهم يعني في, في الاولمبياد وكذلك بطولات العالم وجاو للاسف في, في المراتب الاخيره كان واحد القضيه ربما ما عرفتوش يديروها عندنا في الجامعه الملكيه المغربيه للملاكمه ولا لا مثلا لا تنفهم شويه في هذا الشيء اونسيان بوكسور <تصفيق> <تصفيق> مثلا هولندا هولندا تنعرفو هولندا وفرنسا عندهم عندهم كم كبير من لي شامبيون دي موند في الرجال لي شامبيون دي موند مم. على مستوى الكيك بوكسين والبوكس تاي او المواي تاي مم. المواي تاي واحد لعب بحال بحال الكيك بوكسين في الرجلين والدين ولكن زايدين امور تيضربوا بالكود كيختلفوا <سؤال> يعني تيطيحك فهم. في الارض لا <applause> شديتي فيه يقدر يطيحك تيضربوا <applause> بالركبه يقدر يضرب بالركبه يشد لك راسك ويضرب بالركبه ولا يضرب بالركبه في لي زوبليك ولا <تصفيق> <تصفيق> فبالتالي فرنسا وهولندا كانت معتمده واحد التقنيه الشامبيون ديالهم اللي مثلا شامبيون دوغوب وهذا وشامبيون دو, دو فرونس خمسة المرات ستة المرات وشامبيون دوغوب دو, دو فوا ولا هذا وغادي يلعب مثلا شامبيون دي موند تعرفوه راه غادي تواجه في الرينج مع لي في البوكس تايم موي من خارج خارج من تايلوند تايلوند اللي اكتشفت المويتاي فبالتالي عارف فرانسو غادي يمشي راه 100% اما في الدومي فينال ولا هذا راه غادي يتلاقى مع ان تايلوندي اللي ما اللي كان تيرضع مم. هو مرعرع في الساريه ديال الدار <applause> فبالتالي تنحاول نقرب الصوره بطريقه بسيطه ومبسطه جدا فبالتالي اش يديروا؟ تيديرو تقريبا بريسك ان موان دو موان دو بريباراسيون ليه في تايلاند تيصيفطوا لو شامبيون تيمشي ليه وتيدير بوكس تايب ديك التقاليد التايلونديه لان عنده تقاليد خاصه في تايلاند وربما تابت رياضه مقدسه تقريبا هي رياضه تمشي اللي عندهم نعم كما لا بغينا نقولوا الكونغ فو والوشو في الصين كما لا بغينا نقولوا الجودو والكاراتيه شوطو كان في في اليابان آه لا بغينا نقولوا الكابويرا في البرازيل هادو كلهم دي زارماسون اللي في البلاد ديالهم اللي اكتشفوهم عندهم بحال مقدسه علاش متفوقين جدا فبالتالي تيمشي تما ويبريباري تما ويشبع عصا تما ويفهم ويعرف وهذا ويتحك ويتحك ويتحك, ويتحك. وفعلا تجي شامبيون ديموند تديو الشامبيون تديو ديو. لانه كاين امكانيات كاين الناس اللي أنطوري بهاد الناس هادو اللي كيحطوا ليهم جميع لي كونديسيون حوسيه هنا الرساله انا شنو نقول عندنا حنايا راك عارف شنو فوالا انا هنا الرساله اش نقول تنقول عندنا ابطال افارقه في الملاكمه مزيان احنا على مستوى الافريق مزيانين ولكن ما تخليش لي بريباراسيون في الافريق ولا في الدول العربيه مثلا ما ما عرفت واش يديروها ولا لا ما ديرش ليا بريباراسيون في مصر ودي في أخويا في ودير ليا بريباراسيون ما عرفت في هولندا وديرها ليا في روسيا وديرها في امريكا اللاتينيه مم. كوبا كوبين واعرف في ما كدارش حتى في مصر ولا في بلد افريقي اخر كدار في غير اللي, اللي يعني آه الابطال ما أبطال بغينا ابطال عالميين كل واحد المجهود الفردي للاسف الجامعات ما عرفتش لي كونديسيون كيما سبقتي وذكرتي انه يدار واحد المعسكر في تايلاند ولا في اليابان يعني المقر ديال ديال نعم هاد صح صح هاد الـ الـ الرياضات للاسف للاسف فمكملين معكم خبيرات ايمان في تيران مشاهدينا وهذه المره مع الكاف اللي حدد 12 نوفمبر كاخر موعد لتلقي طلبات الترشيح لانتخابات المقبله لرئاسه الكونفدراليه الافريقيه اسماء اللي كتواجد حاليا هو هاني ابو ريده المصري الرئيس السابق للاتحاد المصري سابقا والعضو الحالي التنفيذي للفيفا هو الاسم الوحيد العربي المتواجد حاليا يعني في السباق ديال ترشح للرئاسة لمرشح رسميا حاليا نا. حاليا ف... كاين هضره على القجاع ولكن هضره انا انا <تصفيق> يلا <applause> <applause> كاين كذلك موتسيبي لهاد الايام اللي كان قال بلي ما غنترشحش ولكن م. قال لك بزاف ديال ما يمكنش عرفتي علاش لانه امور عرفتي في الكاف وفي افريقيا راه غريبه جدا غريبه جدا <applause> يا افريقيا غريبة. امور إفريقيا. غريبه غريبة. غريبه جدا امور افريقيه غريبه جدا نعطيوها <applause> لا بغينا نعطيوها تيتر <applause> فموتسيبي قرر لأنه مره اخرى يترشح الرئاسة ديال الكاف وتجرات تجرى اجتماع اللي كان نورمالمون تحديد ديال المرشحين اللي غادي يكونوا في الكاف هو محدود فقط في 70 عام <applause> علاش ما نقول لك انا حيدوا هاد حيدوا هذا المعيار ديال السبعين عام يعني اللي بغا يترشح واخا يكون عنده 95 عام لانه موتسيبي راه غادي حيت هو غادي ل 70 غادي ل 70 علاش قلت لك انا الامور غريبه وكاينين بعض الاخبار اللي غنرجع ونتكلم عليها هو واش كاينه النيه ديال السيد رئيس الجامعه سي فوزي القجع لانه يترشح للرئاسه ديال الكاف او لا هذه اسئله تطرح باقي لحد الساعه ما كاينش جواب مهم. ولكن الجواب الرسمي ما كاينش ولكن الاخبار يتم تناقلها على اللي وعلى... كتروج لانه راه كاينه ديك النيه للترشح لانه يكون كرئيس للكونفدراليه الافريقيه كنتمنوا علاش لانه مي كتشوف هاد هاني ابو رضا اللي ما بغيناش نسبقوا الاحداث ونقولوا راه غادي يبدا يخدم المصالح المصريه مه. بحكم ان كنعرفوا المقر ديال الكافين فين كاين كاين في القاهره دونك حنا بغينا نخرجوا من ديك القوقعه ديال القاهره بغينا شويه تعطى الفرص اللي تعطاو للجميع ماشي فقط تبقى محتكره ولا منحصره فقط على ال... على مصر ف هذه اللي كانت الاخبار ديال ال... الكونفدراليه الافريقيه والمرشحين الحاليين اللي غادي يكون الملف ديالهم اللي خاصو يتحط قبل من 12 نوفمبر اذا الشهر المقبل وهاد المره انا كنتكلم دائما وكنقول المعقول دابا هذا المعقول اللي دائما وابدا غادي نبقاو في المشاكل معاهم وفي الامور اللي 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 كتحيط بالبطوله ديالنا الوطنيه من التحكيم من مسيرين اللي ماشي كفء للاسف بعض بعض المسيرين بعض المسيرين عفوا آه هادشي وال... ما يجيش كلشي لا لا ما غنجمع كلشي بيان سو حيت هادشي اللي كاين بعض المسيرين ماشي كلشي حيت دازو مسيرين اللي عطاو شي الكثير لكره القدم الوطنيه وكاين دابا مسيرين اللي تيعرفوا يسيروا الفريق وعندهم بعض اللاعبين آه اللي كتكلموا عليهم وإلا ما كانش يعني للاسف البريم ديال ديال المقابله ما يقدروش يلعبوا على توني فبزاف ديال الامور اللي غتحيطنا وغادي نتكلموا على المقابلات وأبرز المقابلات ديال الدوره الثامنه من من بطولتنا الوطنيه، بداية فريق الوداد الرياضي اللي انهزم أمام النهضه البركانيه اللي كيحقق مردود جيد جدا هذا ثمانية ديال الدورات آه، كنظن على انه آه، النهضه البركانيه غادي في, آه، في الخطه ديال تتويج باللقب ورغم على انه ثمانية ديال الدورات وباقي يعني آه. باقي, جدا آه. يعني الوقت ولكن كيبان لك حسين كيبان لك يعني الملامح البطل الملامح البطل او المنافسه على البطوله انا تنظن صعيبه لان الا شتي الا شتي فريق الجيش الملكي و... وكيفاش قدم مقابله جميله ورائعه امام الدفاع الحسني الجديد أه أيضاً. لا أه أو امام اولمبيك اسفي اولمبيك اسفي المستوى ديال الجيش كبير صراحه لا شفنا الرجاء البيضاوي مقابلته امام الجيش سوى فريق كبير لا شفنا اتحاد طنجه كذلك يعني تقدر شوف بركان صعيب دابا عندنا عندنا اربعه خمسه ديال الفروق عندنا أربعة خمسة ديال الفروق مستواها قوي ويتذبذب <applause> ولكن قوي أتبقى دائما منافسة عندك اتحاد طنجة وعندك بركان وعندك الراجا وعندك الجيش الملكي أه صعب صعيب لا كاين تذبذب في النتائج ملي مم. كتكلم دابا ولكن ملامح الفريق الفرق القوي كاينه ملي كتكلم على فريق الجيش الملكي ولا كتكلم على الرجاء ما كي ماشي يعني بالكماله ديالهم يعني كما شاهدناهم الموسم الماضي مهم. الا شفتي الموسم الماضي كاين فرق كبير يعني في المرتبه الاولى والثانيه كان ديما هذيك المنافسه أنا أنا ما بين الرجاء والجيش لكن هذه المره انا تنظن الجيش والرجاء فقط لانه كان المشكل على مستوى الاداره التقنيه انا تنظن تغيير <applause> المدرب لا عند الجيش لا عند الرجاء واللي خلى ربما واحد الريتم يوقف الانتصارات يعني انت انتصار تتعرف الراجا كانت حقا ثلاثة انتصارات متابعة مع الجناتي الجناني. مع الجناني. اللي تم يعني تفكر الارتباط ديالهم مع فريق الراجة نعم بحال هكا مثلا فريق غادي بثلاثة ديال الانتصارات غادي مزيان شوية حباس حيد الجناني اجي مدرب آخر. سابينتو. نعم مم. سابينتو ف تلقائيا غادي يكون تذبذب في النتائج حتى سابينتو حتى يفهم البطوله يفهم العقليه لان الامر مرتبط بعقليه ومرتبط باشياء كثيره وكذلك اظن بالنسبه للجيش الملكي فمكملين حسين يعني بدايه وبالنفس الشيء اللي الجديده وقيله تنظن لا جديده هي غيرت المدرب و... بالفعل دابا كاين كاين يعني في المغرب التطواني ف عزيز العامري احنا غنتكلموا هنا الصوره اللي عطاها لنا السيد المخرج شكرا لك هو حسن ناظر لاعب السابق لفريق الوداد الرياضي واللي كانت في هذه المقابله هذه اه التكريم ديالو مبادره كنظنها لانها جيده اه من طرف يعني الرئيس هشام ايتمنا وجميع المكونات ديال فريق الوداد الرياضي هو واخا ينردوا شويه يعني لهاد اللاعبين هادو اه يعني شنو عطاو

مزيان يعني فحال هاد المبادرات هادو غير باش نرجعوا للمقابله فسبق سبقتو النهضه البركانيه اللي غادي يشق الطريق ديالو بقياده يعني معين الشعباني اللي كنظن على الاستقرار بان على الفريق ديال النهضه البركانيه مي كنتكلموا على فريق اللي حصد 17 نقطه 13 منها خارج يعني الميادين ربعه ديال النقاط داخل الميادين ربعه انتصارات تعادل وهزيمه واحده اللي كانت مع الفتح فهادو كلها مؤشرات كتبين على انه فريق قادر على انه ينتصر خارج الميدان يلي أصعب. أصعب. يلي أصعب. يعني الزندوي عن الاستقرار هي اللي اصعب الاستقرار ديال النهضه كنخدم مشاكل يعني منذ المجيء ديال المؤين الشاباني ولكن مع الوقت كيبان يعني ودايوغ حسين لي ريكروتمون اللي داروا داروا دارو واحد المقاييس اللي عاليه جدا دكيين. وانت راه دائما كتكلم لي على سانتوس لاعب سانتوس البرازيلي كتقول لي راه عنده مهارات كبيره ما شاء الله فلي ريكروتمون اللي داروا في صالح النهضه البركانيه عكس فريق الوداد الرياضي عندنا مونك هنا عندنا مونك هنا جبناه من الحراسه جبنا الجول عندنا صافي بلا ودابا بحال الوداد 22 الوداد بدلت الجلد ديالها آه. كامل اه هي باقا ما لقاش ذاك الوتر اللي غادي تعزف يعني اللعب. حدود ساعه بدلت المدرب بدلت طريقه اللعب لعابه جداد ها الوداد اللي حدود الان باقا ما لقاش ذاك الوتر اللي غادي تلعب عليه وتعزف عليه في وعلاش كياخذنا دائما نتكلموا على النهضه البركانيه لانه فازت ب 10 ديال اللاعبين يعني من الدقائق الاولى من الجوله الثانيه هنا كيبان لك المقومات ديال الفرقه اللي واقفه عكس فريق الوداد الرياضي اسئله تطرح ما يمكنش نتكلموا على فريق الوداد لانه كما سبقتوا ذكرت الجيل ديالو تبدل الجماهير كل شيء تبدل في الوداد الجماهير من رئيس المدرب اللعابه كل شيء كل شيء تبدل وكنظن على انه هذه النتيجه م. اما الجماهير خاصها تصبر اما كنظن غادي صحيح. غادي يكونوا امور يعني مستقبليه م. الله اعلم شنو من هنا لغدا شنو غادي يوقع مكملين معكم مشاهدينا وهذه المره غنتكلموا على التعادل اللي حسم المقابله اللي جمعت فريق الرجاء الرياضي بالمغرب الفاسي مقابله يعني انا باغي هذاك الشيء اللي قلتيها ايمان مهم جدا تفضل عير الى الى ربطناه <applause> بالدوره ثمانيه القضيه ديال ملامح البطل تتبان م. صح الاربطنا ربطنا الدوره 8 ملي تن تكلموا على الدوره 8 شنو باقي دوره 9 10 11 12 13 14 15 غادي يسالي لاني بقاو شحال بقاو سبع دورات غادي يسالي لاني من وراني تبدا الرتور تنظن صعيب على اي فرقه خسرات يعني فقدت نقط كثيره في لالي انها أيه. تريكيبير كتريكيبيري وهذيك النقطه اللي بقات هي اللي كتندم عليها في اخر صحيح. لقاء صح هنا نتفق سك... معك، ملامح أنا... البطل م. الا بقات مثلا بركان غاده بهذه الطريقه تلروتور، تل تنقدر نقول لك واحد النسبه كبيره كنظن نقطه فازت على الرجاء فازت على الوداد فازت يعني نعم. هم كاملين صح. هذوك الفروق اللي غادي يشكلوا لها والغيتو غادي تشد يعني غير لعندها عندها الملعب ديالها صح. كيف في صح. الالي صح. صح. راه دار صح صح تيكون صعب جدا كيكون صعب دونك هنا غادي نمشي المقابله اللي جمعت فريق الرجاء الرياضي بالمغرب الفاسي مقابله اللي ما كانش فيها يعني محاولات اللي كثيره من غير هذاك الطرد ديال اللاعب ديال فريق الرجاء الرياضي واللي للاسف المغرب الفاسي ما خداش هذه النقطة اللي ما خدمش عليها المغرب الفاسي وخد النقاط الثلاث المهمة مع فريق الرجاء الرياضي كما سبقتي وذكرتي يا حسين فأنا كان شاطر أنه تغيير ديال المدرب واللي دائما أنا كنت ضده لأنه جوج ديال اللاعبين الجيناني ولا أبو شروان اللي قدموا مقابلات لي جيدة صح 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 مع الفريق ثلاثه ديال يعني انتصارات متتاليه فريق الرجاء الرياضي هزائم في تعادل بطعم يعني الخساره فما على لانه الفريق غادي آه يقدم مردود اللي كتسناه منه يعني الجماهير الرجاويه هذا الموسم بحكم هذه التغييرات بحكم اللاعبين اللي ما عندهمش ديك الطراوه البدنيه اللي كتبان لك يعني في في المقابلات المغرب الفاسي كنظن مقابله يعني كنظن على انه نقطه ثمينه مع فريق الرجاء الرياضي فمقابله كما سبق تذكرت اللي ما فيهاش يعني اشياء اللي تذكر من غير يعني النقص العددي واللي ما ترجموش المغرب الفاسي للاهداف الجيش الملكي اللي تعادل امام اولمبيك اسفي وكتبقى كذلك نقطه ثمينه الاولمبيك اسفي م. مع فريق الجيش الملكي بحكم الترسانه ديال اللاعبين اللي كتوفر عليها فريق الجيش الملكي كان الهدف ديال الحريمات في الدقائق يعني كان الـ كان 27 كان, كان هدف روعه هدف ضربة رأسية جميلة جدا آه حريمات سؤال تطرح دائما علاش ما كاينش في المنتخب الوطني المغربي شنو اللي ما خلاش حريمات على انه يقنع وليد الركراكي تسمعي في لغة كرة القدم برصاها بدماغ بروساها بدماغ بالفعل ف كيما كيما سبقت وذكرت حسين التعادل هنا خاص الاتفاقة ديال الفريق الجيش الملكي لا ينافس ويكون آه يعني آه يعني ياخذ البطوله او على يعني الاكثر يكون يعني في الرتبه الثانيه، الفتح الرباطي اللي تذبذب في النتائج واللي انهزم امام نهضه الزمامره بثلاثه الواحد بقياده سعيد شيبه بن هاشم اللي كيقدم مقابلات رائعه مع نهضه الزمامره، للاسف آه الخساره الثالثه للفتح الرباطي بقياده سعيد شيبه، آه النتائج كما سبق ذكرت متذبذبه ما شنو واقع في الفتح الرباطي الله اعلم كاينه واحد لا استراتيجي اللي كانت على انهم ما باغينش يعني يتوجوا اكثر ما باغين يصدروا لاعبين بالاسم ديال الفتح الرباطي فكنظن على انه جا الوقت باش تهوي على البطوله ويصون علاش لا ان شاء الله في وكذلك لا تشامبيونز ليغ وغاب الفتح الرباطي كثير على منصه التتويج في البطوله الوطنيه صح؟ بالفعل بالفعل صح. حسنيه اكادير اللي انتصار ديالو ثالث على التوالي واستفاقه ديال آه عبد الهادي السكيتيوي من بعد هذيك الضجه اللي آه <applause> تخدات من طرف الجماهير ديال الحسنيه واللي دخل عليه الملعب ديال برشيد يعني بانتصارات لانه رغم الديبلاسمون من اكادير البرشيد لكن كيحقق نتائج ايجابيه آه، واللي حقق ثلاثه نقاط مهمه مع النادي المكناسي هنا كنتكلموا على التذبذب ديال النتائج النادي المكناسي الله تفوق نا. على فريق الوداد الرياضي وها هو يعني تم يعني الخساره ديالو مع حسنيه اكادير ما،, ما،, ما تنقصوش من الحسنيه ولكن كما قلتي فما كاينش واحد الاستقرار يعني في, في البطوله ككل حسين مم. دفاع الحسنيه الجديدي بالقياده ديال ديال عبوب وكذلك اللي بدل المدرب ديالو فحقق تعادل واللي كان غادي ينتصر كل ما كانش يعني هذاك الهدف والبينالتي من اتحاد توارقة واللي انق... تقاسموا يعني النقاط واللي انتهت المقابله بجوج لجوج المغرب التطواني والانتصار ديالو الاول مع عزيز العامري 3-0 امام شباب المحمديه انتصار كما سبق تذكرت الاول مع عزيز العامري وشباب المحمديه للاسف كنظن على انه دارت دارت واحد الرقم اللي قياسي لانه تسجل واحد 21 هدف كنظن هذه منذ زمان يعني ما مم. ما مم. تسجلش الجولات الجوالات عليك للاسف ما ما فهمتش يعني واش ما كاينينش رجالات في المحمديه واخا تم الانفصال مع 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 هشام ايتمنى ومشى شق الطريق ديالو مع فريق اخر ولكن واش كاين فقط هشام ايتمنى في المحمديه مم. ما كاينش شي يعني رجالات ديال شباب المحمديه تبارك الله كنعرفو كاملين الغيورين على شباب المحمدية. المحمديه يتم الانقاذ ديالها بسرعه لانه راه غادا طريق الطريق ديالها من الدوره 8 نحو القسم الوطني الثاني نعم 21 أسم... هدف نقطه وحيده نعم. كنا عشنا هاد الشيء مع, الم... مع الاتحاد طنجة لكن جات ودار ديك الريمونطادا اللي حقوا بها يعني البقاء في القسم الوطني الاول وكذلك يعني الهزيمه ديال اتحاد طنجة اللي كانت مع شباب سوالم هزيمه اللي للاسف أه... كنا كما كنتكلموا على اتحاد طنجه انه شاق الطريق ديالو يعني بدون بريباراسيون في شباب الماتش ديال شباب السوالم واتحاد و طنجه عرفتي اش كانت فيه؟ كانت المواجهه على رقعه الرقعه الخضراء بين اللاعبين وكانت مواجهه بين المدربين بالمدربين التلميذ والاستاذ بالفعل ما بين الحيمر والطير والطير وتفوق الحيمر على الطير لا الحمار شاق الطريق ديالو وطير لانه لي كونديسيون ديال الطير هو صراحه شوف الا جينا نتكلموا يعني لوجيكمون اللي عند هاد لي كونديسيون اللي كاينين هنا راه كاينين هنا غير هو شباب سوالم باش كيعجبني انا آه، مي كتشوف الرئيس ديالو والمكونات ديالو غاديين في جنب الحيط. <applause> <applause> لاعبين ما كتلقاش عندهم دريتينج كيجيبوا لاعبين اللي غادي يصبروا معاهم ويعملوا بالفريق صح صح وكيقدموا مقابلات رائعه جدا مع الفرق الوطنيه الكبيره يعني اللي مشريين اللاعبين ديالها بواحد <applause> الكم الهائل ديال 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 الفلوس عكس اتحاد طنجه اللي للاسف باقي يومنا هذا ما ترفعش المنع ما كاينش يعني بريباراسيون في بدايه الموسم كانوا يعني نتائج ايجابيه لكن كانت باينه لانه ما غتكونش استمراريه بحكم انه ما كاينش الساس نعم فكنتمناو الهلال الطير وكذلك الحيمر وراه التفوق ديال الـ 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 الاطر الوطنيه يعني في البطوله حاليا كانت على امين بن هاشم الحيمر ابو آه العامري الطير ف آه، كنظن على انه كاين واحد ساتور ديال ديال الاطار الوطني فقط خصنا نثيقوا فيه حسين باش صحيح. يكمل معانا يعني آه يعني ويعطينا نتائج ايجابيه ماشي فقط نجيبوا اطار يعني آه براني ونعطيه الفلوس والكم الهائل ديال الفلوس وفي الاخر يهزاك ويمشي، نعم ألوغ كو الأطر الوطنية كتعذب باللي كونديسيون القلال وبال، 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 وبالفلوس اللي للأسف ما غاديش نقارنوهم مع الكم الهائل اللي كيديه الإطار يعني الأجنبي. نعم فكنطلب من من المخرج ديالنا عادل انه يعطينا النتائج فهذوما النتائج الكامله ديال هذه الدوره الثامنه اللي كان فيها تذبذب في النتائج وكذلك يعني النهضه البركانيه اللي كتربح العرش وهي المستفيد المستفيد الوحيد في هذه الدوره هذه لانه دابا كتصدر يعني الترتيب ديال البطوله الوطنيه كما كتشاهدوا امامكم للاسف شباب المحمديه بنقطه واحده والنهضه البركانيه ب 17 نقطه المغرب الفاسي الى لاحظتي حسين الموسم الماضي كنا كنشوفوا الجيش الملكي الرجاء بعض المرات كتشوف الفتح والوداد لكن دابا لي شحال ما كان يعني في في الـ يعني في الترتيب الاول لاحظتي على انه الصداره تي حتى طنجه خدات الصداره الحسنيه الحسنيه مزيان مم. ف حتى انا وباقي كما قلنا راه الدوره الثامنه و لان ملي تشوفي الترتيب ملي تشوفي لا ممكن لائحه من جديد ديال ترتيب الفرق الا تتشوفي عندنا نهضه بركان 17 نقطه والمغرب الفاسي 14 نقطه ونهضه زمامره 13 نقطه والجيش الملكي 13 والحسنيه 13 وشباب سوالم 12 وفي 12 والوداد 11 والرجاء 11 و11 11 ما كاينش فرق كبير فوالا اذا هنا مثلا نهضه بركان عندها 17 نقطه نفترضوا لان باقي الامل كبير جدا تا الروتور نهضه بركان الا مثلا خسرات الماتش المقبل مثلا ونفترضوا نهضه الزمامره ولا الجيش الملكي ولا حسنيه اكادير ربحوا غادي تولي عندهم 16 نقطه اذا غادي يوليو ما بينهم وما بين نهضه بركان نقطه واحده اذا ملامح البطل باقي صعيب تقولها دابا ولكن إلى بقينا غاديين بهذه الطريقه فرق <applause> تتنهزم وتتعادل ونهضه بركان تتنتصر وصلنا في الرتور دخلنا مثلا المباراه رقم 16 نقدر نقول لك الان يصعب الامر وملامح البطل تتبان نعم فحسين لا سمحتي لي بغيت نختم بالخبر كنت بغيت ولكن علائيا هو أه كنتقدموا بالتعازي الحاره لعبد العزيز برادة مره اخرى اللاعب لا. أه ديالنا السابق يعني في صفوف المنتخب الوطني المغربي كذلك لاعب ديال مارسي وخطافي وكذلك يعني مشى للدوري السعودي والاماراتي مع الجزيره وكذلك يعني أه كما سبق وذكرت عطى شيء كثير للمنتخب الوطني المغربي وبقى واللاعب الخالو بقى في الحاله حسين على واحد النقطه طيب. هذه لانه كتش, كتش شهد يعني آه مارسي والبيس اس جي يعني في القمه ديالهم مهم فشاهدنا مهم كيفاش نعم يعني كانت الصوره ديالو في, في يعني في المدرجات وحنايا اللي لعبنا ومغربي اصول مغربيه ما كانتش دقيقه صمت يعني على الروح ديال الفقيد اللي هو عبد العزيز البرادي يعني في بطولتنا الوطنيه نعم. حتى فريق يعني ما وخاصة ما للاسف حمل القميص ديال المنتخب الوطني واسعد المغاربه وكان من المشجعين ديال ديال المنتخب المغربي وكان تيموت على بلاده على التوني ديالو بالفعل. وعمري ما نسى انا واحد واحد الفيديو داره هو هو رحمه الله باللغه الامازيغيه داروا بالامازيغيه, بالأمازيغية والصيف فيه المغاربه على كوفيد مم. جميل كان توصي المغاربه تيقول لهم ما تقلقوش شو الارتباط بالمغرب ماشي كرة كوره ارتباط وجداني قال المغاربه ما تقلقوش تيهضر بالامازيغيه أنا هو امازيغي م. تيقول لهم ما تقلقوش راه حنا هنا في اوروبا راه سادين علينا وما تنخرجوش وان شاء الله يا ربي تسالي هذه الجائحه ونخرجوا ما تقلقوش واصبروا ديك الروح الطيبه عند هذا الوليد هذا الله يرحمه الله يرزق اهله الصبر وسلواني. وانا متفق معك كان دار دقيقه صمت في كل مقابلات البطوله الوطنيه رحمة على اللاعب المغربي بالرادة اللي حمل القميص الوطني وأسعدنا في الكثير من الفترات عندما سجل ومرر وراوغ بالفعل واخا تظلم يعني في واحد الفترة اللي كان فيها في المنتخب الوطني المغربي بحكم أنه ما كانش ذاك العطاء والترويج ديال المنتخب الوطني المغربي اللي كاين حاليا لكن مشى للدار يعني حيث سنذهب جميعا بالفعل وإن جميع. مرة أخرى والصبر والسلوان لعائلته الصغيرة والكبيرة والجميع يعني المكونات ديال كره القدم المغربيه يعني في حق اللاعب عبد العزيز البراده رحمه الله رحمه الله يلا آه ما بقى لنا والو الا آه <applause> نمشي لفقرتنا المواليه اشغال فار اللي غادي يكون معنا فيها عبد الله ناصر ولكن قبل ذلك غابت علي واحد آه واحد الرساله وتا ايمان انا متاكد مليون في المية باغا تقول فيها ولو جمله قصيره وغنعطيوها حقها شوفي راه ماشي ماشي غادي نشريها لك اكون يعني الله اكبر <applause> <applause> لا عادي لان انت باغا تكلمي في الموضوع وانا باغي نتكلم على في الموضوع كلشي باغي يتكلم في الموضوع هو انه سيلا الكره الشاطئيه المغرب كنا تكلمنا فيها حسين ل... كنا تكلمنا فيها باقي المغرب ينافس دابا المغرب اقصي في الدور الثالث حتى المركز فاشل وحتى المركز الثالث فاشل فاشل في انه يوصل للدومي فينال فاشل في انه يلعب الفينال مزيان ويتاهل ويتاهل كأس, كاس العالم اللي كانت غتكون في الشيشه 2025 فاشله في تاول لكاس العالم مزيان مع المدرب البرازيلي جيلبرتو جيل اها اللي فاز بكاس العالم مع البرازيل وربما هذه على جبناه من جبناه جرينا بين قوسين كلمة جرينا جرينا على سيلا <applause> سيلا من اللي جرينا عليه شد السينيقال في الكرة الشاطئية ربح كوب دافريك ديري شي تعليق بجمله؟ جمله, جملة ما تكفينيش بجمله ولكن حاولي يعني جمعيها أختصر فيها كل شيء ما بقاش الوقت فشل المنتخب الوطني المغربي يعني التاهل نصف النهائي مع منتخب اللي هو موريتانيا موريتانيا الأول مشاركه ليه في كاس افريقيا <applause> نعم اول مره غادي يوصل لكاس النهائي ديال كاس افريقيا اللي هو المنتخب الموريتاني نعم وهل هي كانت زلة؟ حسين. صح حسين وهل هي كانت زلة؟ السنغال يعني العقدة ديالنا هي كانت السنغال دونك أنت جيتي مع منتخب اللي أول مرة غادي تكاليفيا وغادي يكون حاضر في كأس إفريقيا وأول مرة غادي يتأهل النهائي وأنت ثلاثة ديال النسخ وأنت كتوصل للرتبة الثالثة وما قدرتيش على تجاوز المنتخب السنغالي وبدلتي عمر سيلا أه اللي كان غادي في خوطه والاهم عندنا هو تتويج بهذا اللقب وكذلك تأهل لكاس العالم لاول مره في تاريخ المنتخب الوطني في جميع لي كونديسيون اللي كاينين. للاسف. ما تاهلناش الكوب, الكوب دي مون الشاطئ الكره الشاطئيه ما قدرناش نتجاوزوا نزو... موريتانيا لاول مش مره اول مشاركه آه في اول مره تتلعب كاس افريقيا واش هادشي كامل بسبب اننا ضحينا بسيلة وجبنا برازيلي لانه ربح كوب دي موند راه ماشي واحد ربح كوب دي موند راه غادي يجي عندك انت غادي تربح مع كوب دي موند خصنا نفهموا هذه القضيه ماشي القجع القجع تيبقى بريزيدون كي الناس يشيرون ناس تقنيين زعما تيفهموا في البالون هما اللي تيجيروا لان القجع مهما كان راه ماشي كويري وعمرو ما كان العشره والكابيتان دي كيبشي وقيات ولا ياك ولكن رجل اللي يخبر جيدا التسيير اذا كاين مستشارين كاين ناس معاه تيقولوا <applause> لي كذا وكذا وهذا لا لا لا, فنقول هاد الناس هادو في حاله ما اشاروا عليه باش يحيد سيلا ويجيب لنا هذا راه البرازيل ودا الكوب دي موند وحنا خصنا ندوزوا الكوب دي موند نربحوا كوب دافريك باش ندوزوا الكوب دي موند ونلعبوا على الكوب دي موند نقدروا نديوها معاه هو تضرب لنا كل شيء في مزيان مزيان ما دزتي الكوب دي ما ربحتي كوب دافريك غير باغي نقول هاد الناس انتوما تتفهموا اكثر من حنا ما تنفهموش أه راه ماشي راه تقدر تجيب اليونان ميسي ليونان ميسي بالالقاب اللي عنده بالالقاب اللي عنده تحطو في البطولة الوطنية تلعبو مع الوداد تلعبو مع الرجل ولا تلعبو مع الجيش ولا تلعبو مع طنجة مع أي فرقة يبان لك واحد عمرو ما لعب كورة خصنا نفهمو هاد <applause> القضية راه كاين أمور تساعد في تحقيق النتائج راه اليونان ميسي في البارسا ماشي هو ليونيل ميسي اللي مشى لباريس سان جيرمان بالفعل وماشي هو ليونيل ميسي اللي كاين دابا في امريكا خصنا نفهموها لان الظروف اللي توفرت ليه في البارسا واللعب اللي لعبوا به في البارسا والعقليه ديال البارسا وغوارديولا وداك الشيء ساهمت في ليونيل ميسي النجم الخطير الى اخره رغم انه موهوب بطبيعه الحال فبالتالي خصنا نفهموا هذه الامور راه تجيب ليا مدرب مدرب اه حنا جبنا شكون جبنا جبنا جبنا, لي مش <تصفيق> 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 جبنا لي اللي مشى دابا للمنتخب السعودي راه رجعوه ايرفيغونار ايرفيغونار جبنا ايرفيغونار اللي عنده جوج ديال لي كوب دافريك واحد مع الكوت ديفوار وواحد مع زامبيا <applause> على اساس انا وهذا راه دار جوج ديال لي دافريك غادي معنا والو تفقين نفهموا هذه الامور راه حنا عندنا ظروفنا في المغرب ودور وحداتياتنا خاصة بينا لا في ليكيب ناسيونال لا في البطولة لا في كل شيء لا في الكرة الشاطئية لا <أكات> عندنا أشياء ديالنا حنا خصنا حنا نجريوها بعقليتنا حنا ما نبقاوش غادي نشوفوا غير الفوتسال فوتسال ملي بعقلية مغربية وفاهمين ولكن شنو شنو ال.. شنو هو ال.. 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 الكلية حسين اللي كان في الفوتسال نعم. هو اللي بغيت نتكلم عليه نعم. هو الاستقرار نعم الاستقرار أمنا, و... أمنا بواحد الشخص صح اللي مستقر من 2012 وانا كنسمع هشام في اللي هو واحد الشخص اش اللي هو لاعب كرة اللي هو لاعب كوب دافريك اللي هو لاعب في البطولة اللي هو لاعب يخبر جيدا كرة الفوتسال وداك الاستقرار ومغربي ولو كوغون ديال القلب دايز مع اللعابة إلى آخره فبالتالي ماشي عندنا مدرب ضرب كوب دي موند غادي نجيبو راه يقدر والله يصدق معك وها المثال جبنا برازيلي ضارب كوب ديمون مع البرازيل جات تقسالك ما اهلك كاع كوب الكوب ديمون والمشكل هو انه ل... الاقاله ديال عمر سيله هو تكون يعني شي حاجه اللي اللي لي... خارجه على نطاق يعني ل... الكره <ممم> هذه <هدي> هي البيغ هي للاسف اللي ما تكون على اي يلا غادي نمشيو نديرو فاصل بسرعه قصير وغادي يكون معنا عبد الله ناصر وانا اعتذر لعبد الله ناصر لان كان تعملنا عبد الله ناصر انت ملي تجي معنا ها أه؟ تضرفت القضيه ديال عمر سيلا فمرحبا عطيو شي دقيقه ولا دقيقتين فيدنا كذلك هل الجامعه في اقاله عمر سيلا ام لا في الكره الشاطئيه بعد الفاصل نواصل نعود ونواصل معكم 100% فار دائما مباشرة على قناتكم الفضائية الشدة تيفي تي على بركة الله نمشي لفقرتنا باش غادي نختموا أشكال الفار الفار نعم سيدي اليوم شا وشد لينا الكلاسيكو ديال ريال مدريد وبرشلونة والمقابلة القوية اللي ممكن نعتبرها قمة الدورة الثامنة الجيش الملكي والنهضة البركانية تنتكلموا على جوج فرق قوية جدا أغلبية الشباب المغاربة ما تفرجوش فيها كل شيء مشى الريال مادري كل شي أغلبية فبالتالي قليل تدخل شي قوة قليل تقدر واحد جوج القوة فيها جالسه 70 ولا 80 واحد ولا شحال وواحد ولا جوج اللي شاد البورطابل واميم طون داير 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 الجيش الملكي والنهضه البركانيه سؤال عريض يطرح هل فقدنا المتعه الكرويه في البطوله الوطنيه حتى تنوليو تنقلبوا عليها في بطولات اخرى صحيح فرق الامكانيات صحيح صحيح فرق اشياء كثيره التيرانات وواو ولكن الكرة هي كرة اللي عنده كما تنقولوا بالدارجة عنده معنا عبد الله ناصر للتعليق السلام عليكم سي عبد الله ناصر سلام اختي ايمان سلام اخوي حسين كلشي مزيان مرحبا بك اخوي عبد الله وراك منور تبارك الله سي عبد الله ايوا سي سليمان اخويا <applause> سيدي بالتوفيق بالتوفيق في المسؤوليه والمهام الجديده كرئيس لسيدي سليمان أه أه عبد الله ناصر لا بغيتي لا بغيتي بغينا ناخذ من عندك واحد الافاده بسرعه ومن بعد نكملوا في موضوعنا عمر سيلا تتعرف بان المنتخب الوطني المغربي للكره الشاطئيه في كاس افريقيا اللي دارت بمصر كنا معولين اننا نمشيو نلعبوا الفينال وندوزو الكوب دي موند ديال الكره الشاطئيه اللي غادي تلعب في السيشل ولكن للاسف الشديد ما ربحنا كوب دافريك ما الكأس العالم وخيبة أمل كبيرة جدا وشكون اللي ربحنا موريتانيا لأول مرة تتلعب بطولة إفريقيا للكرة الشاطئية كان عندنا عمر سيلا اللي هو المدرب السنغالي وكان غادي معنا مزيان ففي لحظة ارتأت الجامعة أنها تحيدو وتجيب لنا البرازيلي هاد البرازيلي جبناه بحجة أنه رابح كوب ديمون مع البرازيل صدقنا مقصيين ولا كوب دافريك لا كاس العالم عبد الله ناصر واش اخطات الجامعه في تغيير عمر سيلا ودابا بني واحد تيمشي <applause> للبلاد اخرى وتيدير لكم دافريك حيت عارف لافريك واحد من البرازيل ما عارفش لافريك حيت واحد من البرازيل مثلا المونديال ما مشي لكم دي موند البرازيل تعرف البرازيل هما اللي داروا البيتش سوكر هما اللي بداو بها هما اللي بها حنا في المغرب من حيد حيد مصطفى الحداوي جا سيلا في بلاصتو ودار نتائج مزيان كان خدم مزيان جيدا بدا بدا كلشي ودابا هادو المشكل في المغرب ديالنا حنايا راه هو راه عمر سلال راه هو اللي ربح الكوب دافريك مع السينيغال لا دابا بقى... اش تنهضرو عليه دابا بقى... دابا ملي تكون عندك مدرب مزيان علاش تبدلو علاش ما تعطيش الوقت يخدم صح دابا حنايا دابا حنا اي مدرب في المغرب اللي تكون خدام مزيان تيحيدو يجيبو واحد خرج بلاصتو حيت دا لا كوب دي موند ولا دا شي حاجه وفي هذاك الوقت هذاك المدرب خدام مزيان اي فرقه في المغرب اللي تتبدل المدرب ديالهم تحسن لا في الكورة لا في البيت سوكر اي سبور حنا خصنا خصنا نعطيو هذاك الاطور اللي تت اللي تتحطو الوقت ديالو باش يخدم وراه الشيء اللي وقع الشيء اللي وقع الان مع الرجاء البيضاوي جناني كان غادي مزيان جناني و... وابو شروان كانوا غادي مزيان من ثلاثه الماتشات متابعين ربحوهم بثلاثه حيدناهم جبنا مدرب ستاف جديد اولي حدود ساعه ربما لعب جوج ديال الماتشات آه تعادل في هزيمه بدا شوف بالفرقه ديالك تربح ثلاثه ديال الماتشات بحال ابو شروان وجناني ما تخش تبدلهم حتى تدير نتيجه تكون خايبه ولا شي حاجه عاد تبدلو حنا لا حنا تلات الماتشات تجيب واحد سميه هذا سميه وانا نتظن نتظن هذا المدرب اللي جا عاوتاني تعطيه شهر شهر ونص عادي ادابطا للسيستم ديال المغرب كيفاش المغرب في كيفاش الدراري اللي تخدموا هذوك الدراري اللي كانوا في الرجاء دابا بحال اللي كانوا في الرجاء عارف الرجاء من الداخل ومن برا حيت فيها وتريناو فيها هادو هو المشكل دابا حنا تيجيبوا واحد لا تجيبو سمية اه تجيبو السميه راه ماشي السميه اللي تتريني امم راه راه الكونتكست خاص تعرف هاد جوج دراري مع الراجا كانوا غادي مزيانين خاص يخليهم راه ما نحيدهمش كنت انا بريزون ما نحيدهمش نعم واخا قبل ما نمشيو نكملوا النقاش معاك عبد الله ناصر والحديث على موضوعنا الفرجة في الكرة المغربية وداخل البطولة الـ الـ الوطنية لاعب رودري لاعب الإسباني اللي تلعب في مانشستر سيتي هو اللي فاز بالكرة الذهبية آه، رودري آه، رودري فعلا آه، رودري فعلا مع المانشستر يونايتد كان لاعب بارز وحقق آه، مع المانشستر سنتي 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 سيتي مانشستر سيتي كان لاعب بارز وحقق القاب على المستوى المحلي الانجليزي وما نساوش بان رودري حقق آه 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 كاس آه امم الاوروبيه مع المنتخب الاسباني يعني عنده القاب آه قويه ولكن ربما اللي يفتح المجال رودري انه يفوز بالكره الذهبيه هو مقاطعه ريال مدريد للكرة الذهبيه لان قطعها وقال لك ما دام ما كاينش جينيور ما كاينش كارفاخال فما عندنا ما نديرو حنا كاع بهاد الكره الدابية وقاطعوها وهذا ربما فتح المجال اكثر رودري بحكم اللقب ديالو مع المنتخب الاسباني في امم اوروبا فتح ليه المجال انه يربح وفعلا ربح اش بالك لك في الكره الذهبيه ديال هاد العام عبد الله تبع دابا شوف انا فام ديال سيتي انا فام انا حيت يسهل يسهل رودري نتبعهم اي ماتش تفرج فيهم رودري رودري ما خصناش نهضروا على هذا العام هذا بوحده لا خلي الفرقه دابا رودري هو اللي فاز بالكره الذهبيه ماشي المانشستر واش يستاهلها في نظرك امام مثلا جونيور ولا امام كارفاخال ولا امام هالاند انا حسين انا جاي لك انا في الثلاث رودري بارمي لي ميور ديفونس ميليو ديفونسيف دو مون كنت سنين لاعب واحد نيفو كنت سنين تلعب واحد نيفو جونيور سان جور دو مومون كالماتش, كالماتش اللي تيعطي كالماتشات اللي ما يعطيش لان تبعتي ماتش السيتي تبعتي ماتش السيتي رودري اللي كونستون كونستون لا جينا لا جينا نعطيو لي النقاط على 10 عنده 8 حتى 9 على 10 كل ماتش كل م. ماتش هو كي دا دا, دا دا البطوله دا البطوله ديال الانجليز دا لا كوب ديال الانجليز دا تشامبيونز ليغ مع سيتي شحال هي دو زون العام اللي فات الكوب اوروبي مع الاتحاد الاوروبي اسبانيا أنا هو تيستاهل تيستاهل كنشوف هو واخا واخا إلا رودري وقارناه نقولوا نمشي معك أنا في الطرح ديال جينيور متذبذب للريتم دي ديالو مرة كاين مرة ما كاينش مرة مرة ولكن لا خدينا مثلا كارفاخال كارفاخال تيتيلا في ريال مدريد كارفاخال تيتيرا مع المنتخب آه الإسباني كارفاخال ربح أبطال أوروبا مع ريال مدريد وكارفاخال ربح البطولة الإسبانية مع ريال مدريد، وكارفاخال ربح أمم أوروبا مع المنتخب الإسباني. علاش ما يكونش كارفاخال عير كاسمية محطوطة، ما تحطهاش تسميته ده ده ده. قا... شوف شوف حسين، خاص تقرر لي تيتر اللي تغلب الفرقة ديالك. خاص تو تاليس بريستاسيون ديال جوور، إلا بريستاسيون تعطيو في التيران. دونك 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 إلا جينا نقولوا لي تيتر نقولوا لي حتى رايحين ما حنا نقدروا نجبدوه بارمي لي دي مايور دي مايور دي مون تاع رحمي جبت الارقام تاع رحمي لعب له مايور بيتو في الازيا تود الارقام با سيليكسيوني بارمي لي مايور فهمتي دونك لا على لا على لي لي بريستاسيون دو راه حاجه اخرى Mais les prestations individuelles, pour moi, Rodri, c'est quelqu'un كي ميريت بريت تحت لي بريستاسيون اللي دار هذا العامين تهضر ما تهضر على عامين اللي يتي... تي فالا كارباخال كارباخال لي با كونستون كارباخال عنده ماتشات مزيان ماتشات خايب انا انا تنظر بحال دابا فينيسيوس دون لو فيتور غادي يربحوا خاصو رشيد دود... ضد ضد البرشلونه ضد البرشلونه ما كاينش ما كانش مزيان واخا لعبوا هذاك الشيء اه... 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 سي ان جوور دي مومون رودري رودري هو اللي هاز ماستر سيتي فرق بين سيتي مع رودري ولا سيتي بلا رودري راه كبيره هو اللي هز الفرقه وتنظن تنظن تنظن هذا العام هذا العام هذا لا كوب اللي ميريتي نعم اذا يستحق حسب عبد الله ناصر رودري يستحق لقب الكره الذابع اسيدي مبروك لك رودري يلا مبابي خليني ثاني جراتنا دابا الكرة الذهبية مبابي يا عبد الله ناصر واش كان خاص سميتو تحط أصلا نو لا, لا. و... وكل شيء قالها في الحقيقة أنا قلتها قلت علاش مبابي محطوط ضمن المنافسين لا ماذا ما تشوف تشوف هالاند ممكن مي تمشي خور بحال دابا في اسبانيا راه نيفو خور ديفونس خور Reste il match de Barcelone, le de Barcelone. le risque, le bloc très haut. Mm -hmm. Un contre mm -hmm. un derrière, les, les, les attaques plus rapides. On mm. il fait récupération de ballon de Barcelone, le les contre attaques qui vient de tac tac tac. Donc le risque, le, le risque de l'amb de Barcelone, Mbappé, Vinicius, les vitesses de Madrid. Le même Mbappé, le même Mbappé de Barcelone, techniquement. واخا هو مزيان في اسبانيا راه شتي كيفاش لاكونفرتير لو ولي راه تيديرو حيت لا بريسيون لي ديفيرون ماشي بحال فرنسا فرنسا لي اليز مي دابا دابا لا بريسيون لي عليه راه كبيره بحال باليغا بريسيون كبرات كبرات لا بريسيون تمشي ريال مدريد راه خاصك تجيب الارقام وخاصك تماركي هو دابا زي شكون مبابي ما بانش في حقيقته في النيفو لي كان فيه هو وما يستاهلش في لا ليست قول لي ما الاغلبيه قال هذا الامر هذا قول لي يا عبد الله ناصر امتى غادي نشوفوا لاعب مغربي او عربي يفوز بالكره الذهبيه العالميه واش ممكن نشوفوا شي نهار حكيمي واش ممكن نشوفوا شي نهار ابراهيم دياز واش ممكن نشوفوا عندنا عندنا لعابه اللي حقيقه على مستوى البطولات الاوروبيه يبصمون بالعشره انا تفضل واحد اللي يقدر يفوز عليها شكون هو مغربي وليسبوني شكون يمين امال اه و و يمين يمين يمال راه اصلا راه هو ربح ربح تيتر ديال اللاعب الواعد اللي عنده م... يعني اللاعب الواعد اللاعب الشباب راه هو اللي دا احسن لاعب في العالم في اللاعبين الشباب يعني كما قلت يا عبد الله ناصر ما دام هذا العام فاز احسن لاعب قادم واعد راه الباب مفتوح لي انه يفوز يفوز بالكره الذهبيه مستقبلا دابا دابا حسين بتشوف اللاعب اللي اللي تضيعونا في المنتخب ديالنا تضيعوهم حتى ما تضيقوش فيهم لعب قبل 16 عام ولا 17 عام ولا 18 عام مزيان خاص تجيبوا المنتخب ديالنا ما نقولش ما لا تقولش لا غادي يتسنى لا جيبوا لعبوا صح دابا انت دابا تضيعوا اللعابه على والو دابا دابا شوف راه عندنا لي طالون جايين في بلجيكا ولا في هولندا ولا في فرنسا ولا دابة دابة معنا بش بش في اسبانيا كاين دراري اللي جايين جايين خاصنا دابا دابا نفورميهم ونجيبهم ليكيب ناسيونال يلعبوا معنا باش باش في المستقبل مابقاش نمشي نضربو مع بلاد اخرى بحال اسبانيا ولا فرنسا ولا هولندا ولا بلجيكا باش نجيبوهم خاص من مخس... يبان نجيبوهم ماشي تا يبان لا يلاه يبان نجيبوه يلا جيبو ليكيب ناسيونال باش نجيبو اللي في بحال يا مال يا ضيعناه دي جبنا دياز جبنا ابراهيم دياز ليكيب ناسيونال ما عطيناش ما عطيناش المستوى اللي خصو يلعب فيها ما عطيناش الحقوق ديالو خاص الفرقة تبنى على ابراهيم دياز ماشي ابراهيم دياز ادابت الفرقة لا لا خاص الفرقة ادابت عليه فرقنا عليه هو نعم نعم اللاعب المحوري ما يسمى باللاعب المحوري ان جوغ دو لاكس وي قول لي قول لي عبد الله ناصر شي هاي داتنا البالون دور قول لي عبد الله ناصر أه أه... تتعقل على كافو بطبيعه الحال وي بارميل أحسن أرير درو أرير درو اللي دازوا في التاريخ ديال كرة القدم كان تيطلع ويسونتري ويرجع يدافع وكان تيماركي ما تشوفش ليا حكيمي راه بحال كافو كافو كان من لي ميور اللي كان تخاطف عليه وتنظن واحد الوقيته أنه ترشح البالوندو ولا داها كاع ما عمرو داها هو لا ما كان ترشح البالون دور كافو oui. كان ترشح البالون دور ميمكنش نشوفو حكيمي واحد النهار هاز البالون دور <applause> حكيمي تدير كل شي. حكيمي مع المنتخب تبارك الله حكيمي عنده تيتر على مستوى الالعاب الاولمبيه حكيمي حكيمي تي ماركي حكيمي تي دافع حكيمي تيصنع اللعب حكيمي euh... لعب في كبريات الانديه لعب ريال مدريد لعب في باريس سان جيرمان ودابا كاين كاين يرجع الميلان نعم بروسيا دورتموند ما يمكن مثلا حكيمي واحد النهار كواحد من احسن الاظهره في الدفاع الايمن بالعالم ضروري انا دابا تنقول لك هذا العام في باريس سان جيرمان انا تنظن 99% العام الجاي يمشي لمدريد انا تنظن تنظن مدريد غادي ترجع حيت هو لي سول اللي يقدر يلعب هذاك البوست عندهم ديالهم رجع لمدريد تنعطي رجع لمدريد غادي يلعب في فرقه كبيره عاوتاني وغادي يلعب في اسبانيا على واحد اللاعب اللي عزيز عليه تظن ايه حكيم عنده لي كاليتي باش ميم ميم البالون دور يغلبها علاش علاش لا عنده لي كاليتي نعم غير غير المشكله ديالو ملي تجي ليكيب ناسيونال ديالنا ما تبقاش هذاك اللاعب ديالو تيكون مع الفرقه ديالو, إتل... لاش من مش من ديالو, ديالو. لا شتي حكيم ديال ليكيب ناسيونال ماشي هو حكيم ديال الفرقه ديالو واش شي مع كوبنهاجن مع اندهوفن شي باريس جمع مع اينهوفن راه ماركا بيتو تبارك الله راه كان راه كان راه كان غادي نقول لك كان رجل مقابل وي حتى زمان زعما دابا حسين كنهضرو ملي المغرب تيلعب بلوك با ديفونسيفمون راه ماشي ماشي في مصلحه اللعابه ديالنا اه ني مزراوي ني حكيمي ني ابراهيم دياز ني جياش ني الدراري ني بن صغير ني اغوماس ني رحيمي دابا تنهضر تنهضر على المنتخب ديالنا والله خويا حسين عندنا ان ايكيب ناسيونال نقدروا ديو لا كوب دي موند ملي تنقولها الناس يقولوا <applause> انت لا عندنا فرقه والله حتى عندنا فرقه وين تلقى الدراري يلعبوا تلقى الدراري يلعبوا بلوك او بريسيون او بحال لعبه برشلونه هذا اللاعب ولا يكون اللعب ديالنا صح نلعبوا بلوك او لعبنا هكاك عندنا لي كاليتي باش نلعبوا هكاك عندنا وني طون طون كون جو بلوك با دي حكيمي دي ابراهيم دياز دي جياش هذوك اللعاب ديالنا تتحيدهم 30% ولا 40% من الكاليتي ديالو. صح. يعني هادي هادي سي دوماج. يلا فراسك ما بقاش لينا الوقت للنقاش موضوعنا ورحنا ناقشنا. خويا حسين بغيت ترجع لحريمات. ها؟ حريمات حريمات انا بغيت ترجع لحريمات حريمات كان خاصو ليكيب ناسيونال يلعب لي دو ماتش. شي شي شي, شي على بيت ماركا. شي كي ديفيها براسو او الله الا تيديروها غير لي بيتور الكبار ديال العالم. كضرنا عليها العام اللي فات. هو وحركاس ودري الاخرين هضرنا اليوم نعم وزحزوح علاش علاش مي تنهضروا على مرابط علاش ما نديروش ان ماتش في بلاصه المرابط ويخليه يلعب باش يبين راسه نعم امم والوقيته اللي كان موعد لنا كان موعد لنا ابراهيم دياز نجيبو حريمات ولا نجيبو زحزوح نفس البوست تقريبا اما دابا المشكل دابا خويا دابا شوف ملي تنهضروا على البطوله الوطنيه تقول علاش الجمهور ما تيتفرجش علاش هادي ما تيتفرجش نعم حيت ما الى او كان جوار في ليكيب ناسيونال باش الجمهور باش يتفرج فيه مم. ما تعطيش القيمه للعابه ديالك لا عطيتي القيمه للعابه ديالك في المنتخب الوطني راه الناس غادي يمشي يتبعوا ويشوفوا الدراري دي ديال المنتخب الوطني اللي تلعب مع ليكيب ناسيونال انا اللي كنت تلعب في ليكيب ناسيونال كانوا ثلاثه ولا اربعه من برا كلشي الاخر من البطوله الوطنيه من البطوله الوطنيه كان ماتش تلعب مع تسعود اللعابه ديال الوداد دي. تسعود ماشي واحد تسعود غير انا والحضريون من واحد من لي فار وواحد من بلجيكا دونك انت تقول علاش الناس يتفرجوا في ريال مدريد وبرشلونة؟ حيت ما تعطيوش القيمه للبطوله الوطنيه ديالنا ما تعطيوش القيمه للعابه ديالنا بحال دابا دي حركاش ما لعبش مزيان لا مزيان لا جوش ما لعبش مزيان مزيان العامري طوب كان مزيان تبارك الله ايوا علاش علاش, دي... علاش 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 ما نلعبوش اللعابه ديالنا علاش علاش ما نعطيهمش لوكازيون ديالهم نعم حيت حنايا حيت حنايا هذه المشكله ديال تنحقروا البطوله الوطنيه ديالنا تنحقروا اللعابه ديالنا انا انا عطيتك واحد كومبوزيسيون واحد النهار اخويا حسين باش قلت لك ها ليكيب ناسيونال راه لاريير غوش ولا لاريير عيط عليهم دونك دونك راه عندنا عندنا لا بغينا لا بغينا الناس يمشيو للستاد يتفرجوا في الكواريه ديالنا رجعوا للمستوى ديالهم راه خاصنا خويا نسيليكسيوني الدراري ديال البطولة الوطنية في ليكيب ناسيونال باش 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 نلعبوا ما نجيبش واحد من واحد من دوزيام ديفيزيون ولا ولا نوتر ديفيزيون نخلي الدراري ديال بريمير ديفيزيون اللي تلعبوا في راقي كبار في افريقيا وي سو با سيليكسيوني لا بغينا الكرة فلوري عاوتاني في المغرب الناس يمشوا للسطا يتفرجوا كره راه خاصنا نعرضوا على الدراري اللي نعرضوا الدراري اللي مزيانة في, 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 في البطولة ديالنا نعرضوا لهم ليكيب ناسيونال باش الجمهور يتبعهم الجمهور يقول لك اولدي يلا نشوفوا فلان عيطوا على ليكيب ناسيونال نشوف كيش اش داير دونك انت تتكري ان اوتر سيستيم تتكري الناس يجوا للستاد باش باش يفرحوا باللعابه ديالنا وتال واحد القضيه ما واش تتفق معايا فيها عبد الله ناصر ولا لا وأنه تم اللي تيكون اللاعب المحلي ديال البطوله الوطنيه تلعب في المنتخب الوطني تكسب تجربه اكبر وتنافسيه أك اكثر فبالتالي تنيفو ديالو تيتزاد لانه علاش لانه لعب مع المنتخب الوطني ولعب مع منتخبات افريقيه منتخبات عالميه والتربص ديالو الاعداد ديالو ماشي هو اللي تيدير في فرقته داكشي الهونيفو فبالتالي حتى كاليتي ديالو تيتزادوا وملي تيرجع للفرقه ديالو تيطلع النيفو ديال الفرقه ديالو وهذا الشيء هذيك اخويا حسين غادي نزيدك ملي تبني اللعابه تيشوفوا واحد مشى ليكيب ناسيونال جوج مشى ليكيب ناسيونال تما طيب تتقاتلوا باش تمشي ليكيب ناسيونال <متحدث> تيديروا تيديروا لي زيفور باش يمشيو ليكيب ناسيونال نعم <متحدث> تتهز النيفو ديال البطوله ديالك تتهز علاش؟ كلشي باغي يمشي ليكيب ناسيونال ملي انت تتعطيه دابا بحال حريمات تتعطيه عامين تاع بارمي لي مايور دي ماروك زحو تا بارمي لي ميور دي ماروك حركاس بارمي لي مايور دي ماروك وما تيعيطوش عليك اش تقول ايوا ندير انا اللي درت اللي درت ما غاديش ما غاديش يعيطوا عليا نهار اللي تتكون تتكون تعطي لا بريستاسيون ديالك تيعيطوا عليك راه كلشي راه كلشي الدراري كلشي الدراري تتقاتل باش يمشي ليكيب ناسيونال دابا هذيك لا موتيفاسيون باش تمشي ليكيب ناسيونال تتحيدها لهم علاش تجيب واحد لعب ماتش فرقته في اوروبا تجيبو يلعب ولا تجيب واحد عنده 36 عام تلعبوا اريا سونترال وانت عندك انا الدراري 22 زون 23 زون احسن منهم اش يقولوا هذاك راه تحضروا على ديال اوروبا اها <مم> <مم> اها سيدي لا بغينا لا بغينا لا بغينا نغلبوا الكوب دافريك راه خصنا ميكس اونتر المحلي اي لي بروفيسيونيل ما عندكش هذاك الميكس ما عمرك تغلب لا كوب دافريك امم نعم انا هاد أه هاد هاد القوس ديال المنتخب الوطني واللاعب المحلي والفرجه وهذا مهم جدا وما خصوش يتغلق حتى يتلقى الحل أنا أنا تنشوف النظرة المتواضعة تنشوف بأنه لابد للجامعة أن تكون معرت واش تتفق معايا عبد الله ناصر ولا لا لابد من فوزي القجع الجامعة أنها تلزم الركراكي أقول هكذا تلزم الركراكي يدير منتخب للمحليين الله يجعلهم يشارك في حتى بطولة يبقى يلعب لي ماتش أميكو ويبقى يلعب معا 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 اللي ما مع 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 بحال هكا نديروا لي ماتش مع مع دول مع منتخبات اخرى الى اخره على المستوى الافريقي الى اخره انا تنظن نجمعوا لي ميور جوور عندنا في البطوله ويلزموا الركراكي يجمع لي ميور بطول الجوار في البطوله ويبدا يدير بهم التربصات الاعداديه ويخلطهم مع ليكيب ناسيونال أه... ليكيب ناسيونال ويبداو يلعبوا بيناتهم ويترينيو بيناتهم ومن اللي سالي مثلا هذاك تربوس يرجعوا لفراقهم ومره مره يكون شي ضاد فيفا ولا هذا يشد لهم ماتشات انا تنظن واش متفق معايا بحال هكا تيكونوا تتكون عندي نظره على 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 لعابه ديال البطوله الوطنيه انا دابا غادي نجاوبك في <applause> هذاك الشيء ديال الفوتسال بدا بها هو هو اللي بدا بها المحلي اللعابه المحلي فوتسال هذه عاد مشات جاب لي زوروبيان حتى قال المحلي عاد مشات جاب لي دابا حنايا هاد الفكره اللي قلت يا خويا حسين س... فكره كبيره علاش علاش ما نرجعوش ليكيب ناسيونال محلي ونلعبوا لي ماتش اميكو باش حنا الدراري بقى في النيفو ديالهم تقاتلوا تقاتلوا صح باش حنا ملي يال... تكون ترانزيسيون ملي يكون شي واحد بليسي في ليكيب ا آه. اوتوماتيكمون عندك واحد واجد باش يلعب في بلاصتو علاش باش انا عاد ودابا اخويا راه 2022 حنا دابا عامين مازال تنجربوا لا ديفونس مازال تنجربوا ميليو تيران مازال تنجربوا راه ما عندناش فرقه ما عندناش فرقه ستابل انا ملي كنت نلعب كنت انا اريا دروا نيبت ابرامي حضراوي طار الخنز داودي بويبود حجي حسن نادر شاوش ولا فريخ ولا اوتر جور لي اوز دو باز معروفين هنا دابا هنا دابا ليكيب ناسيونال معمرها عمرها دو ماتش افيك لي ميم جوار دو زون دابا عامين معمرها دونك اخويا حسين ترجعوا ترجعوا البوان دي ديبار واش حنايا نقدروا نقادوا فرقه باش نمشيو نغلبوا لا كوب دافريك نمشيو لا كوب دي 2026 نديرو لا بون بريستاسيون واش نقدروا نوجدوا في 2030 باش نديو لا كوب دي مود هادشي <كك> كله بعد 2 زون ما عندناش هاد ليكيب كيب وهذا 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 مشكل كوب دافريك ما بقى لي والو في دوجمبر 2025 غادي يبدا كوب دافريك هنا في المغرب ما بقاش بزاف واخا تيبان لكم راه باقا شهور لا راها بالزربه تاع عشر لان اللعابه مرتبطين بالانديه ديالهم وليدات فيه فار معدودين على رؤوس الاصابع إذن فين توجد فرقه ثابته الى اخره صعب صعب جدا وتبقى الوقت قصير وباقي الركراكي تقلب لنا على ايكيب كامله اللي غادي تخوض النهائيات ان شاء الله بحول الله شكرا لك عبد الله ناصر شكرا شكرا اخي حسين شكرا امسيه سعيده عبد الله ناصر اللاعب الدولي السابق تنتمنى رسائلنا توصل احنا من اجل الافاده والاستفاده ونوضح الرؤى وغيرتنا على الكره المغربيه اكبر واكبر والمنتخب المغربي اكبر واعظم القاكم الاثنين المقبل ان شاء الله دائما 100% فار برنامجكم الرياضي الاسبوعي مباشر على قناتكم الفضائيه شادا تي في امسيه سعيده الى اللقاء